معكم دكتور صالح، اخصائي جهاز هضمي وعلاج السمنه بدون جراحه. اليوم بدنا نحكي عن اهم سكنيه علاج السمنه بدون جراحه للناس اللي عندهم كتله بين 30 و35، اللي بدي اعرف تقريبا من 15-20 كيلو، اللي ما بحاجه عن عمليه جراحيه غيرها ولا قص ولا تحميل. هذه الطريقه الجديده من اول مره بتاريخنا نقدر ندخل جهاز بالتم بس نوصل على المعده ندرزها من جوا، نضيق المنطقة المعدة ما تحت فيها أساس الشبع، نضيقها كمان من تحت، كمان خلي الأكل ينهضم بسرعة، ما الأكل يدلو يتأخر بالمعدة فترة أطول، خلي نحس حالنا شبعانين أكثر. هي العملية تنعمل بلش عام تخلنا تقريبا نص ساعة، الجهاز بيفوت بالمعدة وبنكمش الجدار المعدة، وفي عنا خياطة بنخيطها من جوا، بندرزها، بنعمل طي المعدة من فوق لتحت، تقريبا بنحطنا تقريبا شي 14-15 خياطات، وبعد ما نخلص المريض بيظهر بعد 3-4 ساعات من المستشفى، بنحطه على الأكل نظام أكل خاص، سوائل وأكل مطحون على تقريبا شهر، نعطي مجال لهم الخيوط يسكروا ويلحموا على بعض. بهالطريقة بنحس بإحساس الشبع بسرعة، الإنسان إذا أكل شوية بحس بالشبع. كمان لازم نشتغل مع نظام الأكل، حكيم التغذية متابعة على السنة، نعمل رياضة، عشان شو عملنا بالسمنة علاج السمنة؟ الجسم عنده استعداد يرجع يزيد بعد كم سنة، سنتين ثلاث سنين ممكن المعدة ترجع تتمدد، الإنسان يرجع يحس بإحساس الشبع، هذا السبب لازم نشتغل على حالنا، وهذه كلها مساعدات وبتفيد المريض اللي ضعف من 15-20 ما بحاجة نعمل عملية جراحية. ساعتها بيتحسن السكري والضغط والكوليسترول، وبيقدر الإنسان ينام وعمل حياته بطبيعة كتير أريح. على وصالة فيكم.